خلينا ناخد اول اتصال معاك النهارده نشوف، وقول انت بقى لو شوف هتعرف ولا مش هتعرف. الو لا علي صوتك الو شويه. الو، ازيك يا نجم؟ لا احمد اخويا. عارف بقى لو ما كنتش عرفته كانت هتبقى مصيبه بقى. لا لا ما ده هو قال لي اصلا ادخل. هو اللي قال لك ادخل بتشتغلوني يعني؟ ماشي يا زيني لا مفيش هو مشكله. عايز. ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله تمام. عامل ايه يا حبيبي؟ كله تمام؟ ده احمد اخويا، الحمد لله في اكبر ولا حبيبي اصغر؟ بصراحه. اكبر مني بسنتين وفي كليه طب، و بسم الله ما شاء الله دكتور امام يعني. المسجد عندنا كمان. هو بيعمل لي مقدمه وانا اعمل له بقى مقدمه انا كمان. طب اعمل لنا المقدمه يلا يا دكتور اتفضل. لا والله بجد. هو لعيب كبير ما شاء الله عليه، ومحمد يعني هو شخصيه صغيره في السن بس طموحها كبير ما شاء الله. بس هو يعني عمال يتكلم عن المواصلات ومش عارف ايه ده، يعني انت لسه ما عملتش حاجه يا ابو حميد، لسه بتتعب كتير، احنا طموحنا اكبر من كده بكتير. لسه ان شاء الله أكيد يا عنده كتير قوي، ويمكن الناس حبته بعد الاصابه، لكن هو لو ما اتصابش كانت الناس تحبه اكتر على فكره. لا بعد الحلقة النهاردة هتشوف حاجة تانية كمان ما تقلقش. عنده كتير قوي ما شاء الله عليه، ويمكن هو الواحد كان بني له خطة يعني خلال 5 سنين هي اتعطلت شوية. معلش قول لنا. لا لا معلش معلش، واحدة واحدة، قول لنا ايه الخطة طيب؟ هي الخطة مش كلها تتقال، هي الخطة كانت بدايتها ان هي خطوة الاهلي. دي كانت خطوة كويسة ونقلة كويسة. تاني خطوة المنتخب كانت افريقيا، الصراحة دي يعني الواحد كان نفسه ان هو يكون فيها افضل لاعب، كنت انا شايف ان محمد ان شاء الله كان هيكون افضل لاعب في البطولة، كنت شايف ان هو هيبقى اصغر لاعب بس هيبقى اكثر لاعب مؤثر في البطولة. ايوه شايفه هتفرق، بس هي الحمد لله طبعا هي الخطة اتأخرت شوية، بس ان شاء الله هو راجع تاني اهو، هيرجع بقى على الاولمبي على المنتخب الكبير على الاهلي ان شاء الله يرجع يكسر الدنيا. كان الفترة بتاعت الإصابة يا أحمد، هو كان بيتكلم إن أنتوا إخواته أقرب ناس كانوا هم دايما واقفين معاه في الفترة دي، لو تشرح لنا برضو أو تقول لنا إحساسه كان عامل إزاي؟ كان بيعيط ولا كان بيعمل إيه؟ هو إحنا يعني إحنا لما نعرف إحساسنا إحنا، لما تعرف إحساسنا إحنا تعرف إحساسه هو أكيد. يعني بالأولى فعلا إن إحنا كنا فعلا تعبانين جدا، ويعني إحنا هو كان أكتر حاجة بيحبها اتحرم منها، يعني كانت فعلا حاجة اللي هي مش بايده خالص، ان هو مثلا يعني هو كان حتى لو الاصابه دي مثلا اللي هي تقدر ترجع مثلا على حسب مجهودك انت او على حسب او ليك حتى اي اختيار فيها، كان يبقى مثلا هو فعلا هيقاتل عشان يرجع بدري، انما هو ملوش اي اختيار فمضطر ان هو يقعد 9 شهور، مش هيقدر حتى لو بيزود في تمارين حتى لو بيدوس على نفسه، هي نفس كان حاجه محروم منها، اكتر حاجه بيحبها فعلا من هو صغير جدا، اكتر حاجه هو شاطر فيها، اكتر حاجه بيقدر يفرح الناس بيها، اتحرم منها، فكان فعلا كانت باين عليه جدا جدا. لكن هو ما شاء الله عليه يعني ما فقدش الطموح، ما فقدش الامل. أيوه. يعني هي فعلا لازم تحصل لك الحاجات دي عشان بعد كده تحكي بعد كده ان انا كان حصل لي الضغط السي بتاعي، ان انا حصل لي كذا وكذا، وكل ما كانت الحكايه اصعب كل ما كان ده هيتضاف وهيزود منك اكتر فعلا. ما اديتوش يعني استشاره طبيه وهو مصاب ولا دكتور ايه هو؟ انت دكتور ايه الاول؟ لا هو لسه في الجامعه. انا لسه بقى لسه طب ولسه لسه بطنه النهارده. بطنه؟ ما اديتوش اي استشاره وهو مصاب؟ ده حاجه صعبه جدا. فهو ما شاء الله عليه، هو في الاصابه هي الاصابه الواحد كان في البيت هنا، انا حسيتها مش حكايه دكتور، هي كان احساس بيه طبعا طبعا ان هو في حاجه، قلت يا رب ما ينزلش يا رب ما يكملش. هنا في البيت كلنا حسينا، يعني كان اول مره الواحد يتخض فعلا كده ويقلع عليه، فقلت يا رب ما يكملش. لكن هو الحمد لله القدر يعني وكله خير ما شاء الله ان شاء الله. يعني اكتر حاجه مش عايز اقول كويسه لانه كويس اكيد هتقول كتير، لكن اكتر حاجه ما بتحبهاش بقى انت في محمد ايه؟ ما بتحبهاش في محمد؟ وما تقوليش ما فيش. لا 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 اكتر حاجه بحبها. لا انا عايز اعرف اكتر حاجه ما بتحبهاش بقى. انا هو هي كده بقى دلوقتي. لا مش هينفع اكيد. لا هو ما شاء الله يمكن اكتر هو اكبر اللي بحبها، هو زي ما فعلا الناس كلها بتقول ما شاء الله، يعني قلبه طيب، قلبه طيب بسم الله ما شاء الله، ومش بيشيل من حد، مش يسود من جوه، لا هو طيب خالص، مش بيعرف يلف ويدور. حتى مش بيعرف اللي هو يلمع نفسه على السوشيال ميديا، مش بيعرف اللي هو يلمع نفسه في التلفزيون كل شويه. لا يعني حتى ما بيحبش اللقاءات دي، بس سبحان الله هي حتى يوم ما اتصاب شهرته زادت اكتر، فده الغريب يعني في الموضوع بتاع سيره قلبه يعني. كرم ربنا كرم ربنا. طيب لو عايز تقول لاحمد اي حاجه يا محمد يعني هو محمد؟
لا هو محمد اللي هيقول لك. هقول بقى احمد خلاص يا احمد. سيبه يقول بقى هو يعني سيبه يتكلم دي حلقته. الله. لا يعني انا بصراحه يعني فعلا اخ سند بصراحه ليا، اكبر داعم ليا من بعد الاصابه وقبل الاصابه كمان، بعد كل ماتش كان بيجي يتكلم معايا، داعم كبير جدا ليا بصراحه يعني. يعني انا لو كنت حابب ان انا انقي اخ ليا، عمري ما هختار اخ زي احمد اخويا بصراحه. الله الله. ده شكله هياخد، هتجيب له بونبوني. لا 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 والله بتكلم بقى، هجيب له تورته مكتوب عليها محاميحه كده. محاميحه ده بقول لك ايه؟ اصل انا بقول لك ايه، لو ما جابلكش التورته النهارده. اصل انا جالي من اول امبارح، جالي لا امبارح جالي تورته. انا ما رضيتش يقول لي بينه وبينه، فقلت اكتبه قدام الناس. طب ما تساله له كده، انا لغايه لما ابص مره ثانيه يعني اساله. هو فاهم خلاص. لا اصل انا جالي تورته امبارح، من جالي تورته البيت، اوردر جالي البيت، والدتي اللي استلمته. فانا كنت بحلق، فلقيتها بتقول لي في اوردر جالك ليك، فبقول لها طب من مين؟ لحد دلوقتي انا فعلا ما اعرفش مين. يعني تورتة حد بعت لك تورته بالظبط. مكتوب عليها ايه؟ مكتوب عليها محاميحه. محاميحه. انا من هنا يا كابتن بطالب بقى، يعني لو كان قول يا ابو حميد، قول احلمت باي حاجه. قول يا ابو حميد. لا قول يا عامه التاكل بالتورته يعني مش مستنيين. من هنا والشيف. انا قلقان من حاجه ثانيه. رساله الى من يهمه الامر، عايزين نعرف التورته اللي اتبعتت لمحمد محمود على عنوان بيتك. على عنوان بيتي. في هناك ولا هنا؟ لا هناك، في هناك والدتي اللي استلمتها. طيب عايزين نعرف رسالة إلى من يهمه الأمر، محاميحه دي بتاعت مين؟ مين اللي بعت له التورتة؟ دي مهمة جدا نعرفها. لا أنا جالي هدايا كتير جدا بعد الإصابة. من كلها من بس عارف هما من مين؟ لا 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 في جالي يعني واضحة جدا. قصدك إيه يا دكتور؟ لا معلش يا دكتور، قصدك إيه؟ قصدك إيه؟ قصدك إيه؟ يعني قول لنا من الآخر. طيب مش يا دكتور ما تطلعش أسرار البيت. لا يعني بشكرك جدا يا دكتور احمد على وجودك معانا. احمد محمود طبعا اخو كابتن محمد محمود.